أنا أعتقد طبعاً اليوم يعني بالتأكيد أنه كسب أول شيء نادي أبها نقطة ثمينة جداً، وكاد والمفروض أنه يكسب اللقاء ككل على الفرص اللي أتيحت للهجوم الأبهاوي. لكن بالمجمل أنا أتوقع أن جميع الفرق يعني الموسم هذا ما أخذت راحتها، يعني اللاعبين ما أخذوا راحة، خاصة بعد يعني عودة الدوري 8 جولات، وبعض الأندية خاصة الأندية الهلال والنصر والتعاون والأهلي شاركوا في آسيا. حتى الآن حتى اللي ما شارك في آسيا أخذوا إجازات بسيطة جدا، ما استطاعوا أنهم يرجعون حتى الآن للوضع الطبيعي بالنسبة لهم. هذا جانب. الهلال يعني دائما احنا نقول عنده مشكلة في نص الملعب، عنده مشكلة في كويلار وبالتأكيد كنو، أنا أعتقد أنهم أدوارهم متشابهة نوعا ما. وجود سلمان الفرج دائما يعني يغير اللعب بشكل مختلف تماما ويغير في التكتيك دائما. وجود طبعا سالم الدوسري على دكة البدلاء من بداية المباراة كان ما كان إيجابي، أنا أعتقد أنه كان مفترض أن المدرب يعني يبتدي فيه بمباراة، لأنه لاعب يعني عنده قدرات وعنده حلول، فلذلك افتقد اليوم الهلال الحلول الهجومية. ما أشوف أنا كان يعني ضعيف جدا في الحل الهجومي، وبالتاكيد على ما تفضل الاخوان يعني كان الابرز في نادي ابها هو سعد بقير وايضا محمد الحارس، يعني حقيقه يعني استطاع انه اليوم يبدع بشكل كبير. طبعا نادي ابها انا هني طبعا الاداره حقيقه ان استطاعت ان تستقطب لاعبين مميزين الموسم هذا على الصعيد المحلي، وايضا مدربه يعني اللي شاهد مباراه ابها والشباب المباراه السابقه ما يوحي ان فريق ابها يتغير هالتغير هذا كله في فتره وجيزه، ولكن انا اعتقد ان المدرب عبد الرزاق الشاوي كان مميز. هذا المدرب عجيب صراحه، يعني وانا عارف يعني امكانياته، حتى لما جانا هنا في البرنامج ترى يعني عارفه بالضبط وش يبغى وين يبغى يوصل، وحتى تلقاه مثلا لما يتكلم معاك تكلم معانا هنا يعني هو محدد المباريات اللي المفروض ما تفلت والمباريات اللي ممكن تحاول فيها والمباريات، عارف بالضبط ايش يبغى. لا شوف عبد الرزاق الشابي انا اشتغلت معه، اشتغل معي طبعا في ادارتي يعني، واشتغل معنا ايام الصعود يعني، وانا عارف حتى يعني تفاصيل اشياء كثيره عند المدرب. لما تشتغل مع مدرب موسم كامل، وموسم كان صعب بالنسبه لنا وكان مليء بالمطبات، وكان يعني في تغيير كبير كان بالتعاون على اساس ان التعاون يصعد، وصعد بفضل الله عز وجل. فما في شك انه مدرب يعني المدربين الجادين يعني، والمدربين اللي يشتغل على تفاصيل صغيره داخل ارضيه الملعب ويعرف كيف يوقف اللعيبه ويعرف كيف يعني يعطيهم ادوار معينه ما تكون تفوق امكانياتهم، وهذا شيء يعني حقيقه يتميز به عبد الرزاق الشابي. وانا اعتقد النادي ابها لما يستمر مع المدرب هذا استقرار، بالتاكيد استقرار فني واستقرار اداري. وبطبيعه الحال ان الدكتور احمد حديثي حقيقه يعني في ادارته للنادي كانت جيده وكانت مميزه، نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق باذن الله تعالى، ومبارك طبعا الفريق الابهاوي واستقطاباته الجديده اللي اضافها للفريق.